نعم، على ما يبدو أن تم نقل إصابة قبل لحظة من الآن من الغارات الإسرائيلية التي وقعت في شرق مدينة غزة. سيارات الإسعاف نقلت إصابة في هذه اللحظات إلى مجمع الشفاء الطبي، وسيارات الإسعاف ما زالت تتواجد في الأماكن التي تم استهدافها من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. إذن نحن أمام ساعات سنشهد فيها ربما ردود متبادلة ما بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. الفصائل الفلسطينية كما قلنا هذه الساعات الحاسمة القريبة من الموعد الذي أعلن وقيل فيها، على الرغم من عدم تأكيد حركة الجهاد الإسلامي لهذا الموعد، إلا أنها ما زالت تطلق صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة، وما زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غاراتها على أماكن ومواقع وأراضي زراعية مختلفة. تم نقل قبل قليل إصابة بعد أن شنت الطائرات غارة إسرائيلية في شرق مدينة غزة. سيارات الإسعاف ما زالت تتواجد في تلك المنطقة المستهدفة، وسيارات الإسعاف تنقل أول إصابة هنا لسيدة وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي. عدد الشهداء إلى هذه اللحظة 31 شهيد و 284 إصابة، أو مع هذه الإصابة 285 إصابة، والعدد مرشح للزيادة في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي ظل حالة الرد من قبل الفصائل الفلسطينية وإطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة. هنا الطواقم الطبية تعمل على قدم وساق في تقديم عناية ورعاية صحية مستعجلة لكل الحالات التي تصل إلى المستشفيات، نظرا لخطورة بعض الإصابات التي تصل جراء هذه الغارات الإسرائيلية، حيث تتعمد إسرائيل في غاراتها إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف المدنيين، حيث شهدنا حالات بتر لأعداد ليست قليلة من المصابين المدنيين تم التعامل معها. شهدنا صور لفتاة تبلغ من العمر أقل من 14 عام تم بتر ساقيها ويدها اليمنى، مشاهد قاسية جدا للأطفال المصابين، حيث أن هذه الصواريخ التي تستخدم هي صواريخ محرمة دوليا، ما أن تنفجر تقوم بتقطعة أجزاء المواطنين والأطفال وكبار السن. الآن نسمع صوت سيارة إسعاف يبدو أنها في طريقها للدخول هنا إلى مجمع الشفاء الطبي. كما قلنا هذه الغارة الإسرائيلية وقعت في شرق مدينة غزة، ويتم نقل الإصابات تباعا إلى هذا المكان. سنحاول الاقتراب لمعرفة الإصابات التي تتواجد في هذه اللحظات. الغارة هي شرق مدينة غزة، والآن يتم نقل الإصابات تباعا إلى مجمع الشفاء الطبي. إذن إصابة جديدة يتم الآن نقلها بسيارة الإسعاف جراء الغارة الإسرائيلية التي وقعت في شرق مدينة غزة. غارة إسرائيلية وقعت في شرق مدينة غزة، الطواقم والسيارات الإسعاف تنقل الإصابات من تلك المنطقة تباعا، يتم تقديم لهم الرعاية الصحية الكاملة، حيث أن هذه الغارة وقعت في حي الشجاعية، وعلى ما يبدو أنها استهدفت مجموعة من المواطنين. شاهدنا سيدة قبل قليل، والآن يتم نقل رجل كبير مسن. كما قلنا تتعمد إسرائيل استهداف المدنيين. الآن يتم وسيارات إسعاف ما زالت تتواجد في المنطقة المستهدفة في حي الشجاعية في شرق مدينة غزة. إذن إصابتين إلى هذه اللحظة، إصابتين يتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف، والأعداد مرشحة للزيادة كما قلنا، لأن سيارات الإسعاف عادت من جديد إلى تلك المنطقة التي تم استهدافها بصواريخ وطائرات الاحتلال الحربية. كما قلنا الساعات القليلة المتبقية نحن أمام مشهد سيكون مليء بالتوتر، نظرا لتصعيد الفصائل الفلسطينية من إطلاق صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة، وأيضا الرد الإسرائيلي والمتواصل على المدنيين وعلى الأماكن المزدحمة بالسكان. إصابتين من شرق حي الشجاعية، وسيارات الإسعاف ما زالت تتواجد في المكان لنقل المزيد من المصابين في تلك المنطقة. كما علمنا عدد سيارات الإسعاف إلى المنطقة التي تم استهدافها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما شاهدناهم هم مدنيون سكان عزل، وكل من شاهدناهم خلال الفترات الماضية التي وصلوا فيها إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات أخرى هي لأطفال ونساء ورجال وكبار سن.